لأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية بعد فتح مكة، يقام قداس للمسيحيين في عهد ابن سلمان. سليمان بن عبد العزيز. أقامت الكنيسة المصرية قداسا للمسيحيين في السعودية بتكليف من البابا طوادرس الثاني، بابا الإسكندرية بطريق الكرازة المرقسية. تفاصيل القداس. قام الأنبا مرقس مطران شبر الخيمة وتوابعها زيارة افتقاد إلى الأقباط المصريين المقيمين في السعودية، وذلك لمدة شهر، انتهى بإقامة القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي في مساء 6 و7 يناير كانون الثاني 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية منذ فتح مكة وإبطال الشرك فيها بعد سورة التوبة. تفاصيل في عهد ابن سلمان. وجاء في العدد الجديد من مجلة الكرازة أن الزيارة قد شملت عدد من المدن في السعودية، الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، بإقامة القداسات وحضور أعداد كبير من الأقباط والأريتريين وممارسة كافة الصلوات والاجتماعات الروحية المتنوعة، وبرعاية كاملة من السلطات السعودية مع زيارة السفارة المصرية بالسعودية وحضور عشاء خاص بالسفارة. وقد قامت السفارة بمصاحبة زيارة المطران في كافة اللقاءات وتسهيل جميع الإجراءات، وتابعت الكنيسة. المملكة العربية السعودية هي دولة عربية إسلامية شقيقة لنا في مصر، تشهد طفرة في التطور والتقدم والازدهار والانفتاح على المجتمعات العالمية في رسوخ وثبات ومعاصرة، مما يتيح لها أن تكون صوتا فاعلا ومؤثرا بين جميع الدول. ويعود الفضل لهذا التحديث والانفتاح إلى الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان. المسيحيون في شبه الجزيرة العربية اليوم يعيش حوالي 3 ملايين مسيحي في دول الخليج العربي، تخدمهم 30 كنيسة ويتوزعون على الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، وهم متنوعة من حيث ناحية أثينا، فمنهم آسيويون ومنهم أوروبيون ومنهم أمريكيون ومن بلاد الشام ومصر ومن العرب ومن السكان المحليين لمنطقة الجزيرة العربية. وفي 3 فبراير شباط من عام 2019 قام البابا فرانسيس بزيارة الإمارات العربية المتحدة ليصبح أول بابا كاثوليكي يزور شبه الجزيرة العربية في التاريخ بعد الفتح الإسلامي.